القناة اللي قدامك دي أنا هقفلها في ثواني، أنا عايزك تركز معايا علشان تتجنب إغلاق قناتك، وعايزك تركز معايا علشان تتجنب خسارة أرباحك اللي ممكن ما تتحولش إلى حسابك في جوجل أدسنس. علشان كده ركز معايا، وجايبين مثال عملي. يعني قناة حسام عبد الله أنا المتوحد فكرة مدير فيها، بس في ثواني قادر أقفلها. إن أنا أدخل أعمل تحميل فيديوهات وأبدأ أحمل فيديوهات بلس 18. الفيديوهات دي أبدأ من خلالها أدي 3 إنذارات لحسام، إرشادات منتدى أو انتحال هوية، أغير المعلومات الخاصة بالقناة وأعمل القناة دي يوتيوب بالعربي وأخد إنذار انتحال هوية وأدمر القناة، من خلال إن أنا قادر أتحكم في الإعدادات وأغير معلومات القناة، أو أعمل بث مباشر. البث المباشر ده يكون كله مخالف، موجب 18، موجب 24، موجب 25. حرفيا انا كمدير قادر اطحن القناة دي طحن. مش بس كده، ده انا كمان قادر اعمل ايه؟ قادر ادخل على خانة تحقيق الربح، ومن خانة تحقيق الربح اعمل تغيير في الادسنس، وابدأ اربطه بالادسنس بتاعي انا، بتاعي انا كمتوحد فكرة، اربطه اهو واغير الربط من ادسنس حسام الى ادسنس بتاعي انا، وانا مدير في القناة. ايوة مدير في القناة. علشان كده حضرتك لازم تعرف الكلام اللي هقوله دلوقتي حالا. في الاعدادات وانا بشرح الاعدادات اتكلمت عن الاذونات. الاذونات دي فيها خطر كبير جدا 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 عليك انك تعين شخص هنا مدير الا في حالة الثقة الكاملة. يعني انا مثلا مدير في قنوات كتير جدا، بس الناس عارفة مين المتوحد فكرة، وانا وحسام تقريبا قناتي مفتوحة عند حسام، حسام قناته مفتوحة عندي، فاحنا الثقة عمياء جدا. بس انت لازم تخاف على قناتك، لازم يكون يعني انا قناتي متوحد فكرة دي تحت رجل حسام، فاهم ليه؟ لان انا عندي حسام اكبر من القناة 100,000 مرة. لكن انت حظك هيبقى وحش لو وقعت في شخص القناة دي اكبر منك، بالنسبة له حب القناة اكتر منك، وقتها هو هيعمل اي حاجة علشان يوصل للقناة دي ويدمرك. علشان كده ركز بقى معايا في الاذونات كمدير، لان المدير في استطاعته الاطلاع على كل بيانات القناة، يمكنه إدارة الأذونات إنه يضيف مديرين تانيين. يا لهوي ده كارثة. أنت متخيل إن أنا مشغول والله النهاردة، فهضيف لك حد من صحابي يبقى مدير في قناتك لغاية لما أفضى. أنت متخيل؟ دي كارثة. يعني ممكن الشخص التاني يدمر القناة أكتر من الأول. يمكن تعديل تفاصيل القناة، يغير في الصورة والاسم، وهنا انتحال هوية في ثواني. إدارة أحداث البث المباشر، يبدأ يعمل إخفاء للناس اللي موجودة عندك في البث المباشر، لو أنت بتعمل بث مباشر 24 ساعة وأنت مش متواجد فقادر يدمرها. إنشاء المحتوى وتحميله ونشره وحذفه، فهو قادر يحذف فيديوهاتك القديمة ويدمر قناتك معنويًا ونفسيًا. وإزالة المحتوى الأكثر مشاهدة، وحلني بقى عما أتكلم الدعم الفني علشان تعمل استرجاع للفيديوهات بتاعتك، ويمكن المشاركة في المحادثة والإشراف عليها في غرف التحكم، وإنشاء المشاركات من خلال نشر المشاركات موجب 18، إنذار تاني تالت رابع، أو حذف التعليقات أو الرد على التعليقات بشكل مش مباشر، أو رد حساب إعلانات عليه فلوس كتير جدا ممكن يؤدي إلى تعليق حسابك أنت، فمشكلة كبيرة أنت في غنى عنها. بس هو ما يقدرش يحذف قناتك، بس هو قادر يدمرها. ما هو مش قادر يحذفها بس قادر يدمرها. اي نعم انت ممكن تلاقي بعض الحلول وترجع قناتك زي الاول من خلال انك تكلم الدعم الفني، بس هتقابل مشاكل كتير جدا. علشان كده وانت بتختار الدور في الاذونات لازم تختار الدور الملائم اللي من خلاله هتقدر تفهم ايه المتاح وايه غير المتاح. ايه المتاح ليه؟ يعني خلينا نقول هنا المحرر المحدود. لو جينا بصينا على المحرر المحدود، انا عامل كرييتيف والادمن التاني محرر محدود، لدي اذونات المحرر، الاطلاع على كل البيانات، اجراء كافة التعديلات، تحميل المحتوى ونشره، اداره الاحداث بس، حذف المسودات، يمكن المشاركه في المحادثه، انشاء المشاركات، نشر التعليقات، وربط اعلانات. بس خد بال حضرتك لا يمكنه حذف القناه او المحتوى،
ولا يمكنه اداره الاذونات، ولا يمكنه ابراء عمود، ولا يمكنه حذف احداث بث مباشر، ولا يمكنه حذف مفاتيح البث المباشر او اعاده ضبطها. لان هو لو معاه البث المباشر هو ممكن يعمل بث مباشر موجب 18 موجب 25 لو معاه المفتاح بس. فخد بالك من المفتاح ده، لان المفتاح ده لو ظهر عندك في بث مباشر لازم تعمل له اعاده، لان اي حد معاه المفتاح قادر يطلع بث مباشر على قناتك. فعشان كده هنتكلم على الموضوع ده في فيديو خاص ليه ان شاء الله. علشان كده انا عايز حضرتك تركز معايا في المواضيع دي. طيب هل انت عندك الثقه الكافيه في كرييتيف، او عندك الثقه الكافيه في الادمن التاني علشان تديله محرر محدود؟ علشان كده انا عايزك وانت بتختار اي دور لاي شخص لازم يكون فيه الثقه الكبيره جدا فيه، انك تحطه في المكانه دي علشان ما تندمش ولا تخسر قناتك ولا تخسر نفسك ولا تخسر مصدر اكل عيشك. لان خلافات احيانا بتخلي الشيطان يركب الانسان يعمل اي حاجة يدمر بها القناة دي، وانت في الاخر الخاسر الاول والاخير. علشان كده انا خايف عليك، علشان محدش يدخل يعمل لك تغيير في الربح بتاعك، علشان محدش يدخل يحمل لك فيديوهات مخالفة، علشان محدش يعمل لك بصوص مباشرة مخالفة، علشان محدش يحاول اطلاقا ان هو يعمل لك انتحال هوية، علشان محدش يحمل لك محتوى غير مرغوب فيه. ركز في الاذونات، وده كلام يمكن مش هتلاقي حد اتكلم عنه في المحتوى التعليمي غير حسام عبد الله والمتوحد فكرة. حسام عبد الله لما بيلاقي فكرة بيجي يتكلم عليها في قناته، ولقى المتوحد فكرة ما تكلمش عليها بيخليني اعمل فيديو مخصوص عليها. ففي بعض الاحيان انا بجيب افكار من قناة حسام عبد الله هو اللي بيديها لي، وبنشرح عليها علشان تجارب عملية. اتمنى ان حضرتك تدعمه على الاقل يوصل 100,000 مشترك الفترة دي. هسيب قناته في التعليم المثبت، وان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نفهم ان الاذونات دي ليها اكتر من مقاييس الفترة اللي جاية. خد بالك في فرق بين علامة تجارية وبين قناة عادية، ودي هنتكلمها في فيديو خاص، لان في ناس عندهم يعني قناتهم هنا علامة تجارية. العلامة التجارية هي ادة تنقل ملكية القناة بصورة نهائية، لكن طول ما انت كده مش علامة تجارية محدش يقدر ينقل ملكية القناة من جيميل الى جيميل تاني خالص، الا اذا تم تحويل القناة الى قناة علامة تجارية. لقطتها؟ فهمتها؟ اتمنى تكون فهمتها علشان تقدر تحافظ على قناتك وتقدر تفهم. وهنشرح ان شاء الله الفترة الجاية ازاي تقدر تنقل قناتك من جيميل لجيميل، وازاي تقدر تحافظ على قناتك بشكل كامل علشان محدش يرتكب اخطاء فيها. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوتيوب، اللي حابب اوضح لك ادق التفاصيل اللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منها من خلال ايزونات اللي ممكن حرفيا تدمر قناتك. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد، مع السلامة.